دلوقتي دهب معانا. تعال لازم دهب الورق ما يمشيش. الورق يا معلم انا برضه مهمك. تنسيب كلها عليك ايه تاني؟ بس دي مره كرشها واسع وعايزه تعبيه. وانت عايز من تاني. وزي ما انت راسي المثل بيقول الغاوي نقط بايه؟ خلاص فهمت فهمت يا فهد. فهمت بقى يا معلم. تخش من الباب اللي شاورت لك عليه امها. اتفقنا. قوم انت كمان ارقص وريهم الرقص اللي على السوق. طبعا في هلس مفيش حسن بينا معلم. انت بزيد اخص ده وقته البوليس يا سيدي. مفيش حسن الجن. قوم بنصير تشبه نفسك. الله ده حسن دراع اليمين يا ساعد. اعمل الواجب وخليك بعيد. خد ودي الفلوس لمراد ما تقولهاش ان اتقفل. لا المعلم بعته مشوار وهيتاخر يومين ثلاثه. هم مسكون متلبس. مسكون يا صباح. روح انت روح انت. ما تيجي نشدله بحامي كويس كده. معلش يا معلم مسؤول مش هقدر. خايف؟ خش يا معلم. اصلي معايا بضاعه في العربيه. عايز اعدي على بيت العماد اسيبهم معايا. برافو عليك الدنيا لابس. خلي بالك من نفسك يا سعد. ربك يستر يا معلم. هعدي عليك بكره عشان اطمن على حسن الجن. المعلم فتوح والمعلم سعد خلعوا بدري يا معلم. ليه؟ ما عجبهمش رأسي ولا ايه؟ ازاي بس يا معلم؟ ده انت رأسك ولا تحية كاريوكا. ده انت رأسك علاج للغضروف يا معلم. يعني قاموا بدري كده يعني. غزين يا معلم ما انت اكلت الجو. زي ما يقولوا يا معلم سهم الله واتلقى على جتته. تعرف يا معلم باين على الواد بلاجة جاب لهم خبر زي وشه.
بهلالي سمارة. ما انت زي ما انت شايف يا معلم سمارة كونجي. اياد كونجي ومونجي ده انت بتكلم سيد المعلمين اياد. ما ينفعش معايا كونجي ولا مونجي. المعلم سلطان يعني كنتراته. روح اياد. مين الواد اللي قاعد معاه؟ لا طالع في المقضه الجديد يا معلم. وحال الدهلاق دهلاق؟ لا ما قدرش. ولا ما قدرش يا معلم. خد يا ما قدرش. وش هتروح الدهلاق ولا تربى القهوه على دماغك والمخ دلوقتي؟ قدها وقدود يا معلم. طب ليه اللمضه من اول مطروحه؟ سيبه انت. قول يا اسطى اجي اعمل اللي بقول لك عليه بسرعه. ماشي يا معلم. لا مؤاخذة يا سيدي الفندم، أصل إحنا يا أخويا عندنا زبون شراني حبتين وعايز سمارة في كلمتين. مين يا ابني؟ قدام يا بنت. في إيه؟ المعلم سلطان شارب نص الإزازة اللي قدامه وأنا عمالة أطلع شرارة. روحي يا أختي عشان خاطري رديه بكلمتين وش فيه عايز إيه؟ لغاية لما نقعد مع التلقيحة اللي معاه كده لغاية لما ترجع. روحي يا بنت يلا. يا نعم افندم. قول هو دي قاعده بس يا ريت تقصر في الكلام وتقول انت عايز ايه. مش عاوزه ترسيني ولا ايه؟ عندي شغل. اهو عندي شغل والكلمات دي ما تنفعش تتقلل معلم سلطان ده لسه مغرقك بالده. لسه كامل. هو ايه الشغل اللي عندي؟ ما تقدرش على تمر يا معلم. طب شاور انت بس. بس ده بقى يا اخويا مش للبيع. عن اذنك. ترجمة نانسي.